القنص عزيزي المشاهد أو الصيد، هذه هواية محببة لكثير من الناس عندنا سواء بالكويت أو في دول مجلس التعاون الخليجي، وما زالوا أصحاب هذه الهواية يمارسونها مع العلم بانقراض الكثير من أنواع الصيد، وإضافة إلى عدم الجزء الأكبر من الجزيرة العربية لممارسة هذه الهواية، ولكنهم ما زالوا يمارسونها حتى خارج الوطن العربي. ويسعدنا عزيزي المشاهد أن نلتقي بأحد أصحاب هذه الهواية. رحبوا معي بالأخ محمد بن هادي بن نمران الرشيدي. ساك الله بالخير يا أبو هادي. ساك الله بالخير يا أبو عبد الله. أبو هادي. نعم. حنا طال عمرك الحين في بداية شهر 6. تشرب. وطبعا الطيور مربطة عندك. أي نعم. ربط الطيف. أي نعم. متى طال عمرك تربط الطيف؟ خلص من نقل الطيف تربط. نربطه في شهر 4 آخر 4 في شهر. أي نعم. إلى حد وين وانت رابط؟ إلى شهر 9 قبل يوم الأحبار موجودة نطلع في آخر 9 ونصيد فيها حباري هنية. لكن يجوز من شهر 9 من شهر 30/9 25/9 أول ما يصفي من الطيور تقدر تنقله. ننقله ونصيد فيها حبارة موجودة قد ريف وشجر قبل. الحين لا، ما ينقل من شهر 10 وورا بعد، يعني تاخذ من 11. لكن هو الاصل انه من 30/9 من 30/9 جايز اذا صارت عباره موجوده جايز ويكون مكمل الريشه. اي نعم يكمل الريشه الاول منهن. أي. يعني في 9 بازن عليه قفلتين الموس الى القران ونهده. لكن نطير هالايام هذه لا، اخر العشره اول 11 ايش منه؟ ما من عقله على الصيد. بعضهم يروح يدوق يوم يومين ما يلقى شيء. اي نعم هذا اللي زين. ابو هادي نظره الطير. نعم. ايش افضل العلف اللي تعطيه اياه؟ والله حمام او جرابيع يقنصون له بالليل يصيدونها على الليتات العيال. نعم. ولا الفريرات. ولا ما حصل يعني من هذا الشيء لحم تبديل، لحم وحمام وفرير قربيع على الطريقه هذه. البيض تعطيه بيض؟ البيض كل اكثر يتعلم على البيض قبل، ولا الحين ما نستعبيه. ما تستعبي البيض؟ لا، حمام فريرات لحم. البيض طال عمرك تحطه مع حليب ولا مع دهن؟ على نوعين، شيء سمن قفشه سمن. ايه. تحوسه عليه معه. لكنك ما تخليه يستوي وايد. لا زين، لا زين، لا اقرب ما له ينشف، يعني مثل ما تقول حب العيش. اه ناشف. اي نعم عشان يمسك. لا رخيته شوي. لا بس انه جايز تستعمله. جايز وريشته ما تنكسر. بس ان الطير الخضر او الادهم يبين فيه بياض تنقيط، يبين فيه البيض من البيض. تعرف ان الطير هذا مقرس على بيض، يبين فيه ريشته بس شهاب شوي. اللي يعرف الطيور يعرف انه الطير هذا مقرس على بيض، يبين فيه ريش. الطير المجهم الاخضر او الادهم تشوف فيه نياشين منه ولو بكلهن. طيب يا ابو هادي تسلم على كثره استعمالك للطيور. أيوة. انت معروف ما يحتاج اني اعرف. نعم اعرف الناس. طيب شي عمر الطير عندك كم سنه قاعد عندك الطير؟ انا قاعد عندي 18 حول 18 سنة. 18 سنة. وقعد عند الجماعة 20 و21. أي نعم. زين يا أبو هادي إحنا سمعنا إن يقولون الطير إذا تعدى 12 سنة. إنه يتغير شوفه، يكسر شوفه. عندي. حصل هذا. عندي طير. أي نعم. اللي صار بدشة وهد عليهن تعداه راح للروض اللي وراه هناك ووقع. واللي صار بالروض وراه دشة راح في الدشة ووقع. قمنا عاد نستدل اللي وقع قلنا تراه في المحل الفلاني يا في الدشة خلاف اللي ورا يا في الروض. بس انك تلاحظ انه يتغير. بين يتغير. نعم بنقول له شوفه. نعم. يزمهن. يزم له كل شيء. اي شيء يتحرك له. لا اللي صرت انك يعني تمشي على الموتر بعض الساعات ومفرع وعندك دشتن معي منك بينك وبين هروض هذيك وتشوف الشجر تزارق في الدشه
الدشه وراه تضرب الدشه وراه، وهذا رقبته يقول هالشكل يمي تناوط لها. ولما قلنا نشوف الشجر اللي نهتز هذاك مع الدشه وراه، وهم ما يهدن عليها ما يهد عليها. زين طال عمرك ابو هادي، سلام. لما انك طلعت طيرك ايوه وطلع اسلم، تعرف شو اللي يبين ان طلعه هو طالع على طيار ولا طالع على بالارض ولا بعيد ولا قريب؟ ها أما تانا قام يصف. نعم. ويغمر ها يومي 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 يصف. ويوقف الجناح. ويوقف جناحه تراها بالقاع. بالأرض. بالقاع. لكن ما يفرق بعيد ولا قريب. اسمع بعيد ولا قريب. يومي 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 صف. تراها بالقاع. واليوم منه خذله شوي. حلو نص كيلو وانه ضف روحه وما كل سقل السايق طارت. عجيب. لو ما تشوفه نعم، لا شفت الطير تخلص. تراها طيار. صح لحد زين طال عمرك مثل ما ذكرت انت قبل ان المقاريص قريب عندنا. اي نعم كل حدود الكويت من الكويت والسعوديه. اي نعم قريب. نعم لو سالناك طال عمرك ايش اقرب مقناص؟ اقرب مقناص من قنصطه في حدودنا الكويت. طبعا ما يعتبر مقناص اعتقد طال عمرك ان حدود الكويت يعمل واحد يروحون لا نرمشي الساعه 8 مني الصبح الضحويه ما لنا حاجه. نعم ما تبون نروح نتغدانا على حبارة ولا حبارة وين؟ نمشي من هنا مع سكتة الصليبية. طيب. نطلع حد العرفة من الثمان بين سبد وبين رحية. نصيد 15. عند كم؟ 18. أردى ما نصيد 6 ولا 7. ماكو قوانيس ذاك الوقت. وتروحون من الواحد. والسيارات قليل. الساعة 8 نروح ونجي من إياه نجي هنا إياه أنت غدا ولا إياه العصر جينا مروحين مع مروحين معشين الطير اللي معنا ولا طيري. أبعد ما نصل المناقيش 18 13 10 ما نفلس. أبو هادي إحنا الحين في المربط مربط الطيور، ويا ليت توضح للأخوان المشاهدين أنواع الطيور الموجودة عندك في المربط وأسمائها. هذا صافي ممسوح العمد. وهذا جرودي. وهذا وتري حرار. وهذه وترية جبل. وهذاك أرقط. أقرب ماله وتري. وهذاك أرقط وتري. وتري حرار. النهاية شاكرين لك يا أبو هادي وسعداء أنك ضيف برنامجنا هذا الأسبوع، ونتمنى إن شاء الله إحنا الحين ربطة الطير. أي نعم. نتمنى نشوفك إن شاء الله في هدة الطير. إن شاء الله حياكم الله، وهذا النهار المبروك والله يعيدكم عليه هالسنة وكل سنة. خير. يا مرحبا. سميت بسم الله والصبح مديت. سميت بسم الله والصبح مديت وباب الكريم وباب خير قصاد. حياك الله عزيز المشاهد مع سالفة برنامجنا. وسالفة برنامجنا هذا الأسبوع هي لرجل معروف بالشجاعة والكرم وكبير عرب مثل ما يقولون. سالفتنا هي للشيخ حجرف الذويبي، وحجرف الذويبي هو كبير بني عمر من قبيلة حرب، وهذا أشتهر بالكرم إلى درجة أنه أحيانا يفلس ويجمعون لجماعته، ولكن وكثير ما انصحه وأكثر ما ينصحه زوجته
لأنه يبذر بالكرم، وقالت له هذا ما يصير، أنت لازم شوي أنك تخفف من الكرم هذا حتى يبقى عندنا شيء لا احتجنا. ولكن مثل ما يقول صقر صافي كل مخلوق وطبعه ضايع من طبعه، والكرم والبخل هذه عادة عند الإنسان. الحين الكريم لو يبي يصير بخيل ما يقدر، يمكن يصير بخيل يومين يوم بعدين يرجع يصير كريم، ما يقدر خلاص طبيعة. نفس الشيء البخيل، البخيل لو بيصير كريم يمكن يصير يوم واحد كريم، اليوم الثاني أو نص اليوم الثاني ما يكمل الكرم خلاص يرجع مثل ما كان، لأنها طبيعة فيه، ما يقدر يصير كريم وهو بخيل، وهذاك ما يقدر يصير بخيل وهو كريم. قالوا جماعتهم خلنا نسوي في خطة نرحل ونخليه، نقول له أنت ما يفيد فيك الكلام، وطبعا مهم خليناه بس يبونها أكود أنه يغير عادته. قالوا خلنا نرحل ونخليه خلاص ما لنا شغل فيه، هذا نصحناه وكله بس يبذر ما يخلي عنده شيء، وراحوا وخلوه، رحلوا وخلوه قاعد. وكذلك قامت تعذر عليه زوجته، قالت شوف هذا النتيجة تكرمك، حتى جماعتنا شالوا وخلونا. وطبعا مثل ما ذكرت جماعته ما راح يخلونا، راح يرجعون، لأن شيخهم وشجاع وكريم ما يقدروا يتخلون عنه. فعلا راحوا عند ما جاء الصبح راح يتمشى، هو اللي قاله داب، الداب في بعض الديبان تاقف مثل العصا، يطلع من الشجرة الداب ويقف، وعلى أساس أن الطيور فيها طيور الصغار هذه توقع على 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 الداب على بالها أنه غصن من الشجرة، ولا وقعت كلاه. قال سبحان الله العظيم، اللي الله رازق هالداب، الداب هذا ما يشوفه عمى، اللي الله رازق هالداب بيرزقنا إن شاء الله، والله ما يخلق شيء إلا ضامن رزقه. ويوم جاء بنص الليل هو على الماء، يوم جاء بالليل وسمع صوت، سمع حركة وسمع صوت، ويوم قام لهذيك الإبل اللي حوالي 20 من الإبل جاية على الماء، ما معها أحد، ضايعة وتصير من نصيبه، ويأخذ الإبل ويشيل ويلحق جماعته. عاد قال قصيدة في هذا، لأن الكثير من السوالف إحنا لا روينا السالفة، موجودات سوالف عندنا كثير، عندي موجودة لكن ما معها قصايد، والسالفة اللي ما معها قصيدة احتمال أنه يكون فيها شك، لكن القصايد السوالف تثبتها قصايدها. قصيدته يقول ابن عياد ونبات ليلة، ماني مسكين همومه تشايله، أنا لا ضاقت علي تفرجت، يرزقني اللي ما تعدد فضائله، يرزقني رزاق الحياة بجحرها، لا خايلة برق ولا هي بحايلة، وترى رزق غيري يا ملا ما يجيني، ورزقي يجي لو كل حي حايلة، جميع ما حشنا ندور بهالثنى. يقول جميع ما نحصل ندور بهالثنى، الكرم ندور المدح يثني على فلان، جميع ما حشنا ندور بهالثنى، وما راح منا عاضنا الله بدائلة، نوب نجيب الفود من ديرة العداء، ونخزز اللي ذاهبات عدائله، خزن بليدي ما دفعنا بها الثمن، ثمن هدمي بمطارد الخيل سائله، معلاب تنفرسان ننطح بها العدا، كم طامع جانا وغنمنا زمايله، نكسب بهم عز وننزل بهم الخطر، وما هيب من قفر رعينا مسائله، ما هيب من قفر رعينا مسائله. القفر بحب اوضح القفر هي الارض اللي ما جاها ناس فيها عشب وما ما ما ديست. يقول ما هيب من قفر، لأنهم قبل يوم كانت على أيام الفوضى والسلب يهابون يخافون من بعضهم، لكن يقول ما هيب، لهابوه الناس، لهابوا القفر هذا، لا يقول حنا ننزله، يعني حنا نقدر نجيه ونزل. هذه عزيزي المشاهد سالفتنا، سالفة الشيخ حجرف الذويبي اللي هو أمير بن عمر من حرب، ونرجو أنها تكون حازت على رضاكم. يا عبيد أنا أقشر لو صفالك نهارين، نهار ثالث جاك يرفع قناته، والله أن عندي صحبة الربع الأقصين، ولا قريب يبلشك في حياته، ورجلا تعلق به رجالا مسمين،
عز الرفيق ولابته والحماته ورجل تشوفه جسم وعيون ويدين ولولا الشعر ما تفرقه من خواته مرشد البذال الرشيدي. والله يا لولا العظم يوم اني املاه واكويه بالجمره ويكوي جروحي معدلت صفرا على النار مركاه واقصر بصبتها على كيف روحي فنجالها يشدي خضاب الخونداه الجاد للي عندها لها طموحي صبه المنهو تنثر السمن يمناه ريف ان الربعه في الليالي الشحوحي اذعار بربيعان العتيبي. دنيا دنيا بها متكيف كل غشاش الله لا يثري ثراه للغشاشه والمال قلب الرجل يهش له هرهاش وان كثر ماله زاد معه بتلاشه راحوا من الدنيا على حسب على حدب الانعاش ربع حصيلتهم من الخام شاشه والحر يسمح دام الاوضاع تناش ويكفيه من كف الذليل ارتعاشه. سعد بن حسين العجمي. في النهاية أعزائي المشاهدين تقبلوا تحياتي وتحيات جميع الأخوان العاملين في هذا البرنامج وتحيات مخرجنا سعد الخزي ونرجو أن نكون قد وفقنا فيما عديناه وقدمناه لكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هي الحب